مشاهدينا اهلا بيكم مره تانيه. دايما بيكون عندنا مشكله في شيل ولادنا، وخصوصا بطريقه ما تاذيش ظهرهم ولا تتعبهم ولا تتعب الام، خصوصا كمان ان مفيش ام بعد الولاده ما بتشتكيش من الم ظهرها، وبتبقى عايزه حاجه تريحها وتريح الطفل اللي في ايديها عشان ما تتعبش ولا تحس بالذنب من ناحيته. عشان كده النهارده وعدناكم بفقره مهمه جدا، ازاي تشيلي طفلك بطريقه صحيحه وسليمه من غير ما تقلقي عليه ولا تترعبي عليه ولا تحسي بالذنب من ناحيته ولا انت كمان ظهرك يوجعك. عشان كده النهارده معايا الجميله ولاء ابراهيم، مصنعه شيلات الاطفال بطريقه صحيه. اهلا بيكي، منوراني. ميرسي حبيبتي. طبعا الفكره في البدايه انا بحييكي جدا عليها، لان انت بتقولي لكل ام خلاص ما تقلقيش ما تشيليش الهم. كتير قوي من الامهات بعد الولاده بتشتكي من ظهرها، من الم الظهر، بتقرر انها تقعد اول 3 سنين تقريبا في البيت، تخرج للضروره القصوى عشان انا مش قد شيل طفل. وكلنا ده بيبقى في خلافات كمان بين الاب والام، شيل انت، لا شيل انت، انا ما بشيلش اطفال في الشارع. حضرتك جيتي بمنتهى البساطه وقلت لهم خلاص الحل جه. فالفكره اصلا جات لك منين؟ الفكره ابتدت معايا من ساعه ما ان ابن اختي للاسف حصل له مضاعفات من الشيلات التقليديه، حتى كانت ماركات كبيره جدا. فعلى ما انا بقى جيت وخلفت قلت لا، انا لازم ان انا اشوف اتجنب ده. بس لان احنا اخذنا باع طويل جدا على علاج ابن اختي في الموضوع ده وهو صغير. ففكرت بقى ازاي، فكلمت اصحابي اجانب بره، انتوا بتعملوا ايه ومش عارفه ايه وكده، لقيتهم ان هم بينصحوني وبيدوني بقى الافكار. طب الحاجات دي موجوده في مصر؟ لا مش موجوده في مصر، فبعت اشتريتها من كلها من بره. وابتديتي انت اللي تصنعي؟ بالظبط، ابتديت بالرينج سلينج. ماشي. بتاعتي الاصليه ضاعت، فانا محتاجه، انا مش هبعت اجيب من بره كل شويه. بالظبط. فكان انا اوريدي عندي باك جراوند عن التصنيع والاكسسوارات وبحب الخياطه وكده، فقلت طب انا اعملها بنفسي. حلو جدا. بالظبط. فروحت بقى الورش وابتديت بقى اصنع وابتديت اعمل، لما عملت لنفسي واحده. الناس بقى في الشارع بتسالني جايبها منين؟ جايبها منين؟ فطب عارفه انت طب ما انا اكيد تتكرر السؤال، ناس كتير بتوقفك جايبها منين؟ جدا، وخصوصا بقى لما جوزي كان بيلبسها. بس اول راجل يلبس شياله والناس توقف وتقول له جايبها منين؟ بالظبط كده، وبيتحرك براحته يعني. عارفه الرجاله برضو لما تيجي تخرج غيرنا. صحيح. مش كده؟ لا يعني بيتحرك مش عارفه ايه، وانا جوزي يتنطط ما حسش بمشكله، مش حاسس. فالناس بقى ايه ابتدت تلاحظه، جايبها منين، عاملها ازاي، مش عارفه ايه. طب ليه ما نعملهاش؟ فابتدى بقى الموضوع من عمر بنتي 5 سنين. طب خلينا نرجع لابن اختك، انت قلتي حصل له مشكله من الشيالات اللي المفروض هي المتداولة في السوق وهي اللي موجودة وهي اللي بأول ما بنجيب بيبي بنروح بنتوجه لأماكن معينة نجيبها. أولا إيه المشاكل اللي حصلت له منها؟ حصلت له تقوسات. ماشي. وعرفت بعد كده إن ده على المدى البعيد يعمل تشوه لمفصل الفخذ. تشوه لمفصل الفخذ. بس هو أنا للأسف أنا مش دكتورة، فمش هعرف أتعمق في الموضوع ده قوي. تمام. بس كل اللي هقدر اقوله لك المعلومات اللي انا وصلت لها، ان دوت بيأثر بقى، مش بيأثر في الشباب وكده، لا ده بيأثر على يعني مثلا في العمر الكبير. تلاقي بقى اللي حصل خشونه جامده، حصل مشاكل، وبتبقى باديه من وهو صغير. بالزبط. واحنا مش عارفين السبب ايه. واحنا مش واخدين بالنا. ابتديتي تتوجهي ان انت تعملي الفكره، والفكره ما شاء الله نالت استحسان بدليل الناس ابتدت توقفك وتسألك جايبها منين. خطوه حلوه جدا. بعديها ابتديتي في ايه بقى؟ ايه الخطوه اللي جت بعد كده؟ ان انت تنفذي بالفعل؟ بالظبط. بس ابتديت ان انا انزل بالفعل، ابتديت بقى ان انا في الامهات وانا ماشيه في الشارع الاقي واحده اقول لها يا حياتي دي غلط. عشان ما تفتكرش ان انا عايزه ابيع، بقول لها بس بص ليها حل كذا. فاهماني؟ طب الحل ده فين؟ اقول لها والله حضرتك ممكن تخشي على النت وتشوفي. يعني انا بعرفهم ان هم عاملين حاجه غلط. بقى يستفزك الام اللي ماشيه شايله ابنها غلط جدا، يعني ممكن توقفيها تقولي لها لا حرام. بوقفها فعلا، ده هم بيخافوا مني. بيخافوا مني بجد. طب خليني برضو خلينا نتكلم اكتر في صلب الموضوع للامهات عشان ما نبقاش بندي لهم كلام مرسل، وده دايما اللي انا ببقى حريص قوي اكن الام معانا في الاستوديو. قولي لي انا كأم
وجبت بيبي، وبالذات الامهات اللي اول بيبي، لان الخبره بتبقى يكاد يكون معدومه، وبنبقى كلنا سامعينها من الام ومن الخاله ومن الجده، وي وي اعملي كذا. دايما اساسا في مقوله في البيت، ما تشيليش ابنك عشان ما يتعودش على الشيل. فكره ان انا خارجه بابني، مفروض ايه الطريقه الامنه اللي انا اشيله بيها، ولو انا اصلا ما عنديش شياله، يعني خلينا كده بسم الله الرحمن الرحيم، انا ما عنديش شياله اشيله ازاي؟ ما عندكيش شياله، بادئ زي بدء كده ان البيبي لازم يكون في حاجه محكومه، عشان لو هو حجم سنه صغير لازم يكون في حاجه محكومه عشان ما يجيش كده او كده فيتملخ، اللي احنا بنسمعه طول عمرنا طبعا. بس دي حاجه. تاني حاجه ان يعني اللي هي الكاريكوت ده، ان امكن، بس ما امكنش يبقى زي ما قلت لك تشيل. يعني انا في اول اسبوع طبعا البيبي حجمه صغير جدا، فلازم ابقى ايدي كلها حاكماه بقى حجمه، بحيث ما يروحش ولا يجي مني فيحصل له اي مشكله. بالظبط. من امتى ابدا اجيب شياله؟ والله شياله تنام من اول يوم. ممكن من اول يوم عادي جدا. لحد امتى؟ بصي انا عندي بنتي 5 سنين، لحد السنه اللي فاتت كنت بشيلها في الشياله اللي هي زي دي. لحد 4 سنين كنت بتشيلها في دي. تمام. وفي امهات سبيشال نيد بياخدوا شياله شبه دي، بس مش ما فيهاش كليبسات وكده، كلها قماش في بعض، بياخدوها بقى لاعمار بقى حد ناس كبيره. وفي واحد كلمني مامته مسنه قوي، يعني عايز شياله عشان يشيل مامته فيها عشان خاطر يروح يعمل بيها عمره. يا حبيبي. وده متوفر؟ ده متوفر. يعني هو اللي اداكي الفكره، اكيد ما كانش موجود قبل ما. لا هي اوريدي موجوده. موجود. هي الفكره اوريدي موجوده. تمام. ودي ميزه في الشياله بتاعتنا، ان هي بتشيل لحد اعمار كبيره واوزان كتيره. ما شاء الله. طب ما خلينا في اللي جنبك، الستاند اللي جنبك اللي فيه البيبي، قولي لي ايه الفرق بينها؟ لان الشكل ده احنا بنشوفه كتير وفي محلات كتير. ايه الفرق بين دي وبين الحاجه الشياله اللي ممكن تاذي البيبي؟ تمام. بصي اول حاجه، الحاجه اللي هتاذي البيبي ماشي، هي المشكله اللي في الفخذ. جميل. صح. بس شايفه، بصي هنا شايفه في قماش ازاي؟ في الشيلات العاديه سفنج، السفنج المضغوط اللي هو التقيل السميك ده. تخيلي السفنج ده هو اللي بيتحكم في بعض رجل الطفل عن التاني. انما القماش القماش بصي هنا، وهنا طيب. انا عامله لها شرايط بحيث ان هي ايه تضمها عليها بتقفلها. بالظبط. توسع وتضيق على حسب عمر الطفل. بره بيستخدموا دي من حديث الولاده، بس انا هنا في مصر انا اخاف. لان برضو المعرفه هنا في مصر مش أو كبيره. فاهماني، هناك الست اول ما تحمل تخش بتبتدي تدخل وتعمل سيرش وبتعرف تاخد معلومات. هنا للاسف مفيش النقطه دي، فانا بقول للناس دي ابتداء من 4 شهور، اول ما البيبي يبتدس يعرف يوقف راسه، بحيث ان هو يبقى في اتزان عند البيبي، ما يبقاش راسه رايحه جايه. بالظبط كده. بس لحد انت قلتي لحد لو 4 سنين النموذج ده، لحد 4 سنين ممكن اكتر على حسب جسم الطفل. ما هو السبيشال نيد اوقات بيبقى جسمهم صغنن. ده طبعا برضو خلينا نكون لكل ام بتسمعنا للاطفال المحتاجين، يعني لو ابنك بيقدر يمشي اصل 3 سنين و4 سنين الطفل بيمشي. يعني هقول لك حاجه، انا كنت مسافره فعايزين نعمل سفاري ماشي، ونركب بقى البيتش باجي وكده. والبنت طب هنعمل بيها ايه؟ صحيح. ماشي. هنسيبها فين؟ يلا تك. وراح خدها وركبنا بيها. يعني هنا المفهوم يا جماعه ان احنا بنسهل عليكم فكره ان انت لو عايزه تتبسطي انت وجوزك وتروحوا مكان ما يبقاش فيه مشكله، لو بشياله زي دي ممكن تشيليها وتعملي سفاري، تروحي انا بركب بيها عجل. تركبي عجل. حلو جدا. في امهات طبعا بيسوقوا بولادهم بالشيالات، لان دي اكيد سؤال جالك، الام اللي بتسوق بتبقى عايزه ابنها يبقى امن، بتحطه جنبها وبتعمل حزام الامام. طيب في امهات ممكن تلبس الشايله وتبقى سايقه؟ بصي نحط كده تحتها 1,000,000 خط، هي خطر. اوكي. بس وهي على مسؤوليه الام، يعني انا مش بقول اعملوا كده. تمام. بس في ناس انا شفتها بعيني فعلا بتعمل كده. هو طبعا خطر بالنسبه لك في فكره ان الام تبقى مشغوله بحاجه غير السواقه. بالظبط. لكن مش خطر في ان الشياله هتاذي الطفل في حاجه. لا مش هتاذي الطفل في حاجه، ان الام هتنشغل في غير السواقه. فاهمه؟ لا قدر الله حصل حاجه فالطفل هو اللي هيكون في النص. في النص. جميل. بعد الشر طبعا ربنا يا رب يحفظهم جميعا. خلينا نقول بقى، انت قلتي لي هنا من 4 شهور. من اول يوم ممكن تستخدمي لنا كده وتقولي لي ايه اللي بيحصل؟
النوع ده اسمه رينج سلينج. رينج سلينج دوت بيستخدم الاول يوم. وفي دي كمان البيبي راب، دي بقى تستخدم ودي حلوه قوي للاطفال المولودين بدري، دي ممتازه اللي هم جم مثلا في الشهر السابع اللي هم ما كملوش 9 شهور. بالظبط تمام، لان اهم حاجه في الطفل اول ما يتولد اللي هو يقعد يلمس جلد الام يعني بره. اول ما تولده تفضي كده تعالي نفسها عشان خاطر تحط البيبي عليها. البيبي عليها تمام، دي ممتازه، دي بتساعد في ده. بالظبط، دي كان البيبي لسه في بطن مامته. حلو قوي. بالظبط. طب ممكن تورينا، يعني ممكن تورينا طريقه الاستخدام؟ تمام. من ورا اهو. دي انا اوريدي لسه معايا لحد دلوقتي في شنطه عربيتي، بحيث ان انا لو البنت نامت ومش عايزه تصحى، مش قادره تصحى، هوب اشيلها في الشنطه واطلع بيها. ده من عمر يوم. دي دي والبيبي راب. حلو قوي. تمام. اي بقى الانواع الثانيه في من دي كذا شكل، كله من 4 شهور. حلو قوي. رجعت المتخصص مثلا دكتور عظام قلت له الحاجات دي، ولا انت عملتي بحث وسيرش معلوماتك فعرفتي وتاكدتي ان في فرق بينها وبين الحاجات اللي في السوق؟ بصي هقول لك الفكره حصلت كالاتي، انا عملتها ورحت بيها لدكتور الاطفال بتاع بنتي، قال لي يعني انا احييكي على الفكره على الخطوه. مع ان انا عايزه اقول لك ان انا وانا لابساها ورايحه للدكتور في ناس مسكتني تريقه، اللي هو انت مستغربه عامله ده اول مره يشوفك كانجرو، انت لا انت كانجرو، انت مش عارفه ايه. فاهمه كانجرو اللي بيشيل ابنه ببطنه. بالظبط، حتى تلاقي هنا اللوجو. خلاص بعد ما الناس اتريقت عملت اللوجو. حلو جدا. فاهمه؟ بصي ده الحديث الولاده. اوكي، احسن وضع. وهو فعلا بيبقى الحجم ده تقريبا، هو اصغر سن، اصغر كمان. اهو من هنا اكنك طول الوقت هو في وضع الرضاعه تقريبا، كانك شايلاه. فاهمه؟ كانك في العادي، مش انا بقول لك لازم اهو ده كده اهو. وماشيه ومفيش اي حاجه، ولا يعني طول الوقت في حركتك انت مش حاسه ان في حاجه لازم تبقي واخده بالك؟ لا هقول لك ان انا كنت بخرج ب6 و7 ساعات بالطريقه دي، بنفس الطريقه دي، اغير بس اشيل البامبرز وارجع تاني فقط. حلو قوي. اوكي ده اول. وامان، معلش خلينا في الحته دي، امان امان، مفيش اي حاجه ممكن تخليه تتفك؟ لا تمام. لا 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 لا، انا حبيتي تعملي يعني في صوره انا عاملاها معطاها في بتاعي وانا اللي متشعبطه فيها بنفسي. تمام مفيش. خلينا على اللي بعده سريعا. قولي لي بقى. حلو قوي. يكبر شويه، يكبر شويه، نخليه كده كده. او في انا عن نفسي بحب احطها كده كاني شايلاها كده، عارفه الشيله دي اهي، بس هي الشيله اللي شايلاها. بالظبط. عايزه تحطي ايديها جوه، اوكي. عايزه تطلعي ايديها بره، اوكي. تمام تمام. شيل ايديها كده، شيل ايديها. اطلع ايديها؟ لا شيل ايدك انت، بتبقي لازم عامله ايدك كده ولا لا؟ لا لا لا. خلاص كده وانت ماشيه. هو في الحقيقه البيبي في وزن عنده، صح؟ فاهمه؟ بيبقى حامل اكتر، شايل اكتر. طيب اللي بعدها. طبعا هي فكره فعلا ممتازه، لان مهما كان وانت بتلبسيها مش متخيله ان هنوصل للنتيجه دي. ودي زي دي بالظبط، بس دي عشان انا برضو كنت بحتاس ببنتي وانا بنزل البحر او بنزل البول، فعملتها بخامه تنفع البحر. يعني دي طول الوقت للبول او البحر؟ بالظبط. خامه الشبكه دي. حلو جدا. اوكي، بس برضو انك بتنزلي بيها وتتعاملي عادي جدا. بالظبط. دي بقى دي اكتر حاجه بيوصفوها بره اصلا. دي اللي زي ما قلت لي عشان تبقى ملامسه جلد الطفل بالام. بالظبط. وانا لما بنتي كانت بتبقى تعبانه وهي صغيره، كنت بلبس دي واخلص بقى كل اللي ورايا في البيت. تعملي كل حاجه؟ كل حاجه، تدخلي المطبخ، كل حاجه وهي معاكي، كل حاجه. الاسيستنت بتاعتي بتكلمني في مره تانية، على فكرة أنا طبخت وكنست ومسحت وعملت كل حاجة، أنا ما كنتش متوقعة كده. طب كويس. بيها. بالظبط. طب ما حسيتيش إن في انتقاد بالناس تقول لك طب ما أنت كده بتخلي الطفل طول الوقت ملتصق بيكي ومش معلمان؟ لا، فيها هيجي وقت
هتبقى انت لوحدك وانا لوحدي، لانه اتعود لحد مده كبيره وما بيسيبكيش اصلا. ما يعني ما سمعتيش النقد ده؟ انت هقول لك انا كان ردي عليهم حاجه واحده، ان الدراسات اثبتت ان الطفل اول 5 سنين من عمره محتاج طول الوقت يبقى مع الام، لازم يحس بالامان نفسيا. ده بالظبط، محتاج يحس بالامان عشان خاطر يعرف يعيش. حلو جدا. دي انت عملتي طبعا، هي برضو بتعلمي للام وهي بتشتري منك ازاي توصل للتصميم. تمام، دي كده اكس. اوكي، وبتحطيه. طب انت احساسك كنت شايلاه ظهرك عادي بقى الموضوع، لقيتي فعلا مش حاسه بيه؟ بصي انا مشكلتي ان انا عندي مشاكل برضو في ظهري، عندي تقوس وعندي هو طول الوقت ده. دي تقريبا ده موجود في كل الامهات بعد الولاده كمان، زائد الحقنه بتاعت الولاده. حقيقي مش حقنه الولاده دي كانت بتخليني ابكي طبعا من الالم، لحد ما ربنا كرمني الحمد لله بالرينج سلينج. لا الدنيا اختلفت، او بالشايلات عموما. لا الدنيا اختلفت، لان بصي من ورا هنا بتوزع الحمل. فاهمه؟ مظبوط. زائد ان القماشه اصلا نفسها في حنينة على الطفل وعلى الام. بالظبط. طبعا في قماشات معينه بتستخدم. طبعا. يعني القطن طول الوقت اكيد انت هو. طبعا طبعا، دي اهم حاجه عندي. في ناس بتحب تخلي ولادها كده. دي حلوه قوي دي، لانها فعلا فعلا تحسي كمان فيها حنان، يعني الطفل كله جواكي. فاهمه؟ وراسه كده اهو، تغسلي تعملي توطي تكنسي وامان 100%. تمام تمام، حلو جدا حلو جدا، لان اهم حاجه ان الطفل يسمع دقات قلبه. يعني زي ما احنا قلنا دول ممكن يفضلوا معانا لحد مثلا 4 5 شهور ونبتدي نتنقل على الفكره دي. بالظبط. لا الرينج سلينج تشيل لحد سن كبير. البيبي راب دي لا، عشان خاطر فيها ليكرا. كل ما البيبي فدي لحد 4 شهور كفايه قوي. بالظبط، فكره جميله وانا بحييكي بجد. كلميني على الاسعار بقى. الاسعار بتبتدي من 175 لحد 500. حلو جدا، حلو قوي. ما هو مقارنه طبعا بالشايلات المستورده. يعني انا سعرها، لا سعرها كويس، وهي تقريبا الاسعار اللي برضو الام بتتجه للسوق وبتجيبها اول ما بيبقى في بيبي. بالظبط كده. اتفضل. يعني طبعا الفكره عجبتني جدا، اي حاجه بتخدم الطفل والام بتفرحني بشكل شخصي جدا، لان احنا عايزين نسهلها على نفسنا وعلى كل ام بتسمعنا، ونقول ما بقاش في حاجه صعبه، ما بقاش في حجج، اخرجي اتبسطي، ما تبقاش عندك انك مجرد ما جبت طفل يحصل للام اكتئاب، وده بنشوفه. واكتئاب على فكره ما بعد الحمل بيبقى اسبابه ده شيله المسؤوليه والهم، هروح فين؟ انا خلاص حياتي وقفت، انا هفضل اول 3 4 سنين من عمري انا والبيبي في بيتنا مش عارفين نتحرك. فالنهارده استاذه ولاء جت حلت المشكله بشكل كبير. بشكرك ونورتيني وتشرفت بيكي جدا، وبجد بجد بحييكي على فكره. ميرسي يا حبيبتي، ربنا نورتيني بجد. يعني نتمنى نكون قدرنا نقدم لكم حاجة تساعدكم وتعينكم ان انتوا تخلفوا ولادكم وتحبوهم وتحتووهم وتاخدوهم كده جواكم، زي ما هي كانت في شيالة نوع من الشيالات طول الوقت ابنها او بنتها جواها. احنا ده هدفنا. افرحوا قوي بولادكم، افرحوا وتمتعوا، اتبسطوا وخرجوا، وما تقولوش ان في حاجة صعبة. ابنك في ايدك، ممكن تعملي بيه كل حاجة، حتى شغل البيت ما بقاش فيه مشكلة. ما تقعديش بقى تسدي في شعرك وتقولي طب هروح فين من ولادي، انا مش عارفة اعمل حاجة بسبب ان طول الوقت زن. لا، خديه في الشيالة وابتدي انطلقي واعملي كل اللي انت عايزاه. خليكم معانا، الفقرة الجاية هتعجبكم جدا، معانا ازياء مهمة جدا للأم وكمان للأطفال.